في الرواية عن الإمام الحسين عليه الصلاة وأزكى السلام يقول لبشر، يقول من أحبنا لا يحبنا إلا لله. لاحظوا روعة كلام سيد الشهداء عليه السلام، من أحبنا لا يحبنا إلا لله، جئنا نحن وهو كهاتين، هكذا ضم سبابته، مقام لا يتصور. من أحبنا لا يحبنا إلا لله، جئنا نحن وهو كهاتين، وقدر بين سبابتيه، ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا. يعني واحد تارة يحب الحسين عليه السلام يمشي حوائجه، هذا المستوى المنخفض. مستوى المرتفع يحب الحسين عليه السلام لأنه ولي الله بقول مطلق، هذا المحب الحقيقي. لكن احنا مع الأسف من هالجهة، مع الأسف ولا هو في حد ذاته كمال، نحب أهل البيت لأنه يمشون حوائجنا، فإذا ما يمشون فرضا حاجاتنا ننقبض وننكمش ونروح للحرم أقل ونتوجه لهم أقل، هذا خطأ. لكن مع ذلك أيضا فضلهم عميم. ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا، فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر. الدنيا تتحول إلى جنة، تتحول حقيقة الدنيا إلى جنة. وفي رواية ثانية مضمونها، مضمون الرواية أنه يرد المظالم، المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يرد المظالم، مضمون الرواية هكذا، حتى أنه لو كانت هناك مظلمة تحت ضرس شخص لانتزعها وأرجعها إلى صاحبه. يعني عدل مطلق، علم مطلق، وعدل مطلق. وفي رواية أخرى لاحظوا هاي الأشياء، البشر لم يصل وسوف لن يصل إليها إلا في عهده صلوات الله وسلامه عليه، أنه ما بقي في الدنيا خراب إلا عمر أو عمر. أنتم تشوفون الدنيا مليئة بالخراب حتى في الدول المسمات بالمتطورة من مختلف الأبعاد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لا يبقى خراب إلا عمر. وفي رواية أخرى لاحظوا هاي الروايات، بأن الإنسان عندما يقتلع نباتا، أفرض اقتلعت وردة، رحت إلى بستان فاقتطفت وردة، فإن الوردة ستنبت من جديد فورا في نفس المكان. يعني عندما يقتطفها الله يخلق في نفس اللحظة وردة مثلها في نفس الموضع، حتى حسب تعبير الرواية تبقى الأرض قائمة، لا يؤخذ منها شيء إلا نبت في موضعه مثله. أفرض واحد اقتطف تمرة أو ثمرة، أي ثمرة من الثمرات، في نفس اللحظة، هاي من صفات الجنة اللي تتطبق في الكرة الأرضية، أي علم حديث يستطيع أن يصل إلى ذلك؟ خدمات، هاي خدمة، أن الأرض تبقى قائمة، تبقى مزهرة، تبقى مزدهرة. وأيضا في الرواية أن المؤمن يأخذ الطائر، يشوي الطائر، يأكل لحمه ولا يكسر عظمه، ثم يقول له احيا بإذن الله، فيحيا بإذن الله ويطير. هل العلم الحديث يستطيع أن يقدم هكذا خدمة؟ ليش الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف محبوب في الخلائق؟ لأن عدله بذلك المستوى، يسع عدله الفر البر والفاجر، لأن الأرض لا يبقى فيها خراب بالمر، لأنه يقدم خدمات لا يرقى عليها عقل بشر.